السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اكيد واحنا موجودين معاكم التغطيه الممتازه من قناه الاهلي اللي طبعا الفوز ببطوله الدوري المره ال40 في تاريخ النادي الاهلي اكيد بطوله محببه بطوله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي. النهارده يعني بنحتفل مع نجوم كبار. منذ قليل يعني الزميل محمد الجندي كان معاه كابتن عصام عبد المنعم واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من اللي احرزوا هذا اللقب اكيد كذا مره مع النادي الاهلي. يعني اكيد بنشوف نجوم كتير احرزوا الالقاب سواء بقى افريقيه محليه كل ده احنا بنتكلم عليه في تاريخ طويل ممتد من 1907 حتى الان. لما احنا بنتكلم على بطولات كتير النادي الاهلي لما نيجي نقول قطبي الكره المصريه كان الاهلي والزمالك، لكن لما نيجي نبص للارقام الارقام بتقول ان في قطب واحد هو الاهلي في مصر في كرة القدم. دي الأرقام اللي بتقول مفيش حاجة أكتر من كده. لما نيجي نبص النادي الأهلي أحرزوا 83 لقب في تاريخه. الأندية كلها لما تجتمع وتبقى تقريبا يعني فرق 8 بطولات لما تجيب الأندية كلها بكل البطولات الموجودة المحلية لهذه الأندية في مصر تلاقي إن النادي الأهلي بعيد عنهم بثمان ألقاب. سواء بقى خلي بالكم الأندية اللي كانت موجودة واللي نزلت، ويمكن في أندية زي الترام مثلا أخد كاس مصر، في أندية كتير جدا ما بقتش موجودة على الساحة، ولكن لما تجمعها وتجمع ألقابها مع بعض في أمام النادي الأهلي بتلاقي النادي الأهلي متفوق دائما. النادي الأهلي هو رمز الكرة المصرية في الوقت ده ورمز الكرة المصرية منذ أن أنشئ على مر تاريخه الكبير برؤساء أنديته والمجالس إدارته. طبعا ما نقدرش ننسى من منذ 1907 مجموعة من رؤساء الأندية، الفريق خالد مرتجي، كابتن عبد الصالح الوحش، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن يعني مجموعة المهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب في التوقيت الحالي، ومجهود كبير جدا تبادل الأجيال أو تسليم الأجيال لبعض عشان توصل لمرحلة إن أنت في وقت من الأوقات تبقى بطل القرن وبطل مصر في الدوري والكأس وعدد حصولك على البطولات كلها. ده شيء مش بالسهل، شيء ليه تنظيم وإدارة مميزة جدا. ده اللي احنا بنتكلم عليه، انت بتحط أساس والأساس ماشي عليه منذ 1907، وده اللي احنا ماشيين عليه هو المبادئ والتطوير وعائلة الأهلي في التوقيت الحالي اللي بتجتمع دائما لهدف واحد هو هدف البطولات وهدف القيم دائما باستمرار، او زي ما بنقول مبادئ وقيم النادي الاهلي. سعيد جدا ان انا كنت واحد من الناس اللي احرزوا هذا اللقب 4 مرات مع النادي الاهلي. يعني اكيد كان في ناس اكتر مني، يعني حسام عاشور بسم الله ما شاء الله عليه بهذا اللقب، يعني ما شاء الله بيعدي ناس كتير وبيعدي انديه كتير كمان كانت موجوده وبتحرز هذا اللقب. كابتن اسامه عرابي، مجموعه كبيره، كابتن محمود خطيب، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، مجموعه كبيره جدا، يعني اسامي كبيره على مدار تاريخ هذه البطولة. أعتقد أن هم حطوا أساميهم من ذهب في هذه البطولة. لكن في الأول وفي الآخر معايا النهاردة واحد من اللاعبين المميزين اللي انضموا مع النادي الأهلي هذا الموسم، يمكن ما لعبش كتير لكن وجوده في الملعب بيأثر بشكل كبير على أداء النادي. وفي الآخر برضو دائما النادي الأهلي بيختار نوع معين من اللعيبة، النوع اللي هو فعلا بيتماشى مع قيم ومبادئ النادي الأهلي. أنت لعبت ما لعبتش انت بتلتزم باوامر المدرب وبتعليمات المدرب. ده اللي احنا دايما كنا بنتربى عليه واحنا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وده اللي احنا بنفضل ماشيين يعني بنعلمه للجيل اللي بعدنا والجيل اللي بعدنا بيعلمه للجيل اللي بعده وهكذا. حتى ان شاء الله احنا بنتكلم 40 بطوله، لا لسه بدري قوي، النادي الاهلي بيكسر ارقام قياسيه بشكل كبير. احنا في النادي الاهلي لعب 28 مباراه في الدوري الممتاز، عنده 75 نقطه، هيكسر رقم قياسي ان شاء الله حتى نهايه الموسم في اخر مباراه في حصوله على بطوله الدوري برقم كبير. ده ان احنا نتمناه ايضا، ان احنا نتمنى ان شاء الله وليد ازارو يحصل ايضا على هداف بطوله الدوري. ده كل مكاسب من بطوله الدوري الممتاز. لسه كنت بقدم ضيفي النهارده معاكم في الاستوديو، اكيد في اسئله كتير على الفيسبوك هنقولها واسئله معانا كتير وكلام كتير جدا في هذه الحلقه او الساعه ونص اللي موجوده محدده لينا مع نجمنا اليوم نجم النادي الاهلي اكرم توفيق. اكرم حبيبي اكرم نور. تمام الحمد لله، نورك ربنا. لا انا عايزك تعلي صوتك، انا عارف ربنا يخليك يا حبيبي. يعني مبروك الاول، وحاجات كتير جدا هنتكلم معاك فيها على بطوله الدوري وما تمثله بطوله الدوري وحصولك على اول بطوله دوري ليك اكرم السنه دي. لا كده انا معايا 2 دوري ما شاء الله، وكاس السوبر وكاس مصر. ده انت ده في كام سنه؟ في سنه واحده؟ يعني في سنه ونص. سنه ونص، 4 بطولات ما شاء الله الحمد لله.
يعني انت تتكلم في جزئيه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان النادي الاهلي حصل على 40 بطوله دوري، انت عارف كده؟ وتعرف كم كاس ولا ما تعرفش؟ لا لا كنت 35 بطوله كاس، انت بتتكلم في عدد ما شاء الله، يعني 40 دوري و35 بطوله كاس، دي حاجه لما تيجي تحسبها كده الفخر دايما احنا بنقول لعيبه النادي الاهلي وهي موجوده وكانت بتمثله دائما احنا فخورين بهذا النادي الكبير. اكرم خلينا اروح اشوف تقرير ونرجع بقى نتكلم على احساسك في وجودك في النادي الاهلي وحصولك على البطولات معاه. يعد أكرم توفيق أحد أبرز العناصر الشابة الواعدة في كرة القدم المصرية، ينتظره مستقبل باهر لما يملكه من قدرات وضعته في تصنيف أنه الخليفة الشرعي والأساسي لحسام عاشور أسطورة وقائد الأهلي. بزغ نجم أكرم توفيق في قطاع الناشئين بإنبي بسبب موهبته الكبيرة واسم عائلته الكروية، فسبقه أشقاؤه في عالم الأضواء للساحرة المستديرة عبد العزيز توفيق وأحمد توفيق. لعب وتألق أكرم مع النادي البترولي مما جعله محط أنظار العديد من الأندية قبل أن ينضم لمنتخب مصر للشباب. انضم للأهلي بعد صراع طويل مع عدد من الأندية في صيف 2016، يعد أحد أصغر اللاعبين سنا في قائمة الأهلي مما يضعه في خانة اللاعبين الذين يشكلون مستقبل الفريق. أكرم توفيق يعتبر من نوعية اللاعبين التي تنطبق عليهم كلمة أبناء النادي، هو يجتهد في تدريباته، يلتزم بتعليمات مدربيه، ينتظر الفرصة التي ستأتي له من دون شك. خليني اقول لك اكرم، واحنا بنتكلم النهارده وبنحتفل ببطوله الدوري ودي البطوله رقم 40 في تاريخه، اكيد وانت بتتكلم كده ان انت في مده صغيره تاخد عدد لا باس بيه من البطولات، في انديه كتير وفي لعيبه كتير بتبقى موجوده في انديه تانية يعني بتقعد مثلا سنين عشان تاخد بطوله واحده، انت ما شاء الله 4 بطولات في سنه ونص، دي حاجه جميله جدا. احساسك ايه بقى وانت بتاخد البطولات دي وتحس ان انت بتعمل وبتحفر اسمك في تاريخ البطولات مع نادي كبير زي النادي الاهلي؟ طبعا انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده كابتن فاروق، انا مبسوط جدا ان انا في النادي الاهلي وسعيد جدا ان انا انضميت لنادي كبير زي ده. انا في كل بطوله انا باخدها انا بصراحه بيزدادني فخر ان انا في النادي الاهلي، انا اهم حاجه عندي ان جماهير الاهلي تبقى مبسوطه، دي حاجه بتبقى انا ببقى سعيد بها جدا، لان انا لما بشوف واحد اهلاوي كل اي واحد اهلاوي في بيمشي ماشي في الشارع يعني انا بحس انه فعلا فرحان بالنادي الاهلي بجد. وبالبطولات بقى اللي انا باخدها من النادي ده حاجه متوقعه من النادي الاهلي بيا او من غيري، اي حد بيلعب في النادي الاهلي لازم يعني ياخد بطولات الدنيا كلها مش البطولات بتاعه الدوري. انت كده بتقول لي يعني انت هدفك وانت جاي النادي الاهلي قبل ما تيجي هو ان انت عارف ان انت هتاخد بطوله؟ هتاخد طبعا. طبعا عارف والله قبل ما اجي. وده بيديك الافضليه دايما لاختيارك، يعني طبعا اسم النادي الاهلي اسم كبير لكن الافضليه دايما انت بتروح للنادي اللي بيعمل لك تاريخ، النادي اللي بيخليك ليك شعبيه اكبر من اي مكان ممكن تروحه فيه. طبعا يا كابتن يعني النادي الاهلي مش انا اللي احكم عليها او حاجه، النادي الاهلي ده نادي كبير. وان انا لما اجي هنا يعني عليا جهد، يعني مش جهد اكرم توفيق لما كان في انبي، لا ده انا عندي جهد ان انا اخلي النادي ده يوصل لابعد حد. بس طيب خليني اقول لك اللقب الدوري ده بالذات لقب 40 وبطوله رقم 40 في النادي الاهلي بيمثل لك انت ايه بالذات يا اكرم؟ والله يا كابتن يعني اي نعم انا ما خدتش فرصه في الماتشات او كده، بس انا سعيد جدا ان انا ببقى واحد من لعيبه الاهلي بيبقى بنضاف في تاريخه بطوله. الحمد لله زي ما قلت لك انا بطولتين وكاس وسوبر، حاجه يعني حتى اهلي عامه يعني بيبقوا مبسوطين بالانجاز ده،
وان شاء الله باذن الله مزيد من البطولات ان شاء الله. مش عايز اقول لك ان اي البطولات اصعب بالنسبه لك في اللي انت حصلت عليهم، ولكن هي كل البطولات صعبه، لكن دايما بيبقى في بطوله كده بتبقى في ذهن اللعيبه او في ذهن لاعب بالنسبه لك اصعب البطولات اللي انت اخذتها مع النادي الاهلي، هل دي، هل كاس مصر، هل السوبر، هل الدوري الموسم السابق؟ لا هو اكيد الدوري، يعني عشان خاطر بيبقى ناس كتير يعني بيبقوا منتظرين الدوري ده. هو طبعا الدوري بقاله اكتر من سنه يعني ما طلعش بره النادي الاهلي، وحاجه تسعدني طبعا ان انا ابقى واحد من ضمن لعيبه النادي الاهلي، وحاجه برضو ان البطوله بتتحسب للاعب، يعني الواحد لما بيجي يمشي في الشارع بيبقى مبسوط، انا بطل الدوري، انا بطل كاس مصر. بس انت من الشرقيه يا اكرم؟ اه طبعا. لما بتروح الشرقيه وانت يعني النادي الاهلي، كل الشرقاوي على فكره جزء كبير جدا اهلاوي، يعني دايما بيكلموك في ايه يعني، او بيقولوا لك ايه، او انت حسيت بحجم الجماهيريه الكبيره للنادي الاهلي، خصوصا بقى في بلد زي بلد كفر صقر؟ طبعا يعني الشرقاوي طبعا الكرم كله طبعا، يعني برضو الشعبيه الكبيره اللي موجوده في بلدك خلتك في وقت من الاوقات انت عايز تلعب، عايز تجتهد عشان تبقى موجود كلاعب اساسي، ولكن طبعا هي كره القدم كده، انت اكيد هجيلك الفرصه وهتتمسك بيها ان شاء الله. يعني والله يا كابتن، الناس اللي عندنا عامه يعني كل ما بيقابلوني بيقولوا لي انت هتلعب امتى، دي اول حاجه بيقولوا. الرد بتاعي عليهم يعني لسه ربنا ما اردش، وان انا ما بلعبش في اي نادي، يعني نادي الاهلي اول حاجه لازم تصبر عشان تلعب. تمام، لان انت عامه مش اكرم بس، كذا كذا مركز يعني، بس انا بتكلم على اكرم دلوقتي. في مكاني ناس يعني من احسن الديفندرات في مصر، فهتبقى صعبه شويه، بس انا كل اللي انا بعمله ان انا اتعب في التمرين واجتهد واكون مخلص للحاجه اللي انا بعملها، بالتالي ان شاء الله ان انا مش مستعجل على حكايه اللعب، يعني انا بلعب في نادي كبير. انت بتتكلم كمان، لا انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا، انت عندك في مكانك لعيبه مميزه جدا، لو بتتكلم على حسام ولا حسام عاشور او عمرو السوريه، موجود احمد فتحي ساعات بيخش كمان، فانت يعني الموضوع مش سهل، ودائما وجودك في النادي الاهلي شيء مثلا محتاج مجهود كبير جدا من اللاعب. هم بس ما بيسالكش انت بتلعب ما بتلعبش ليه، ما بي مثلا ما فيش هناخد الدوري يا كابتن، في يعني الموضوع ده طبعا. طبعا الاسئله دي بس موضوع الدوري بقى خلاص بالنسبه للنادي الاهلي، هم عارفين ان هم هياخدوه، بيبقوا مضامنين طبعا، ولا بيبقى الكلام غير كده؟ لا 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 طبعا، الله يعني الناس بتبقى فرحانه بالنادي، وان اي بطوله بتخش النادي يعني مش عايز اقول لك، عندنا عامه في البلد بيبقوا مبسوطين بيها قد ايه. انا طبعا اي حد بيقابلني عندنا في البلد، هناخد الدوري ولا لا، طب انت هتلعب امتى، طب عايزين نشوفك في الملعب، الكلام اللي بيتقال لي دايما. اكرم، واحنا بنتكلم امير قال لي ان انت بتتكلم انجليش كويس، وده حاجه كويسه. لسه كنت بسالك على تعاملك مع اللاعبين المحترفين سواء اجاري ولا باكا، تتعامل معاهم ازاي، ودايما انت وسعد بتروحوا لهم كده تقعدوا تتكلموا بالانجليزي؟ انا مش هقول لك بقى على الانجليزي بتاع سعد اللي انا شفته في فيديو كده كان موجود على الفيسبوك، انجليزي عالمي صراحه. سعد هو اللي انت هو المترجم بتاعك؟ اه سعد هو اللي طيب بيترجم لهم، وانا اللي وانا اللي حاجه مثلا لاجاي ولا انا ممكن لو بتكلم مع باكا ممكن اتكلم اقول له ازيك، يقول لي الحمد لله يا باشا. عارف يا باشا؟ اه يا باشا تمام. مين اللي قال له بقى يعني، مين اللي بيدخل له؟ لا يا باشا دي انا وسعد اللي معلم انا يعني. انا ممكن انا اللي اكون شويه، لان انا يعني اغلبيه ان انا اقعد معاه ببقى انا مش سعد. اجاي بقى على طول جنب سعد، انت ما بتسيبوش ليه يعني؟ لا ما هو بصراحه سعد حبيبي، حتى في لما بتبقى موجود في السكور بتبقى هو حبيبي بصراحه. ايه اللي بيخليك بتحبه كده؟ انا عايز افهم. لا هو بيفضل يتريق عليا طول الوقت يعني. على طول؟ على طول، فعشان كده انا بحبه يعني. انا وندفد يعني احنا الاغلبيه يعني مع بعض، وميدو جابر الناس يعني الغلابه يعني. انت غلابه ازاي؟ الغلابه اسمع كلام. لا ازاي غلابه؟ قول لي قول لي. غلابه. سعد عامه هو بيحب على طول يتريق عليكوا يعني ولا ايه؟ بس انا اكتر يعني. انت اكتر؟ انا اكتر، بس يعني ده ببقى انا ده عشم يعني حب يعني، فانا بصراحه بحبه. طب انا سمعت ان هو بيقلدك بطريقه معينه كده. بيقلدني انا؟ سعد؟ لا احنا اللي بنقلده. انت بتقلده؟ اه. في ايه بقى هو المميز قوي عشان تقلد سعد سمير؟ مشيته مثلا، طريق كلامه؟ جريته.
جريته ليه جارية معينة؟ ليه جارية معينة يعني بتطلع رجله لبره. أنا هو دايما في فيلم كده أستاذ أحمد زكي الله يرحمه بيجري جارية معينة تمام وبكلام معين يعني بيموتني من الضحك تمام. فانا لما اجي اجري معاه او حاجه اقول له يا سعد تم تعمل لي انا عارف الفيلم اللي انت قصدك عليه ده اللي هو كان بيجري في الشارع هو ده ف بحب اظهر معاه دايما وبحب هو بيجي لي الاوضه عامه انا وندفد دايما بنبقى قاعدين مع بعض هو بيجي بقى نعمل بقى فيديوهات نهزر نضحك كده. لا سعد رهيب مش معاك انت بس لا ملوش مع كله. طب بيعمل ايه بقى هو مع الاجانب؟ هو معايا مع اللعيبه الافارقه مع اللعيبه المحترفه اجاي و لا هو بيعلمهم الكلام كل حاجه واي حاجه ممكن تتخيلها هو بيعلمها لهم. يعني في اول يعني 3 ايام اول ما جه الاهلي انا لقيت اجاي بيقول يلا رجاله انا بصيت انا استغربت يعني فكان قاعد جنبه كان سعد سمير فندفت كان قاعد جنبي قلت له لا ما تقلقش سعد هو اللي قايل له كده بعديها يعني خلاص هيتكلموا عربي بسبب سعد. حاجات مضحكه جدا يعني هو المشكله انهم انت هتعلمهم عربي سعد هيعلمهم عربي بس سعد مش عارف يتعلم انجليزي. لا بيتكلم معاهم انجليزي. انت عارف بتفكرني بمجموعه لاعبين برضه واحنا في المنتخب كل الناس يعني لما بنطلع بره مثلا في اوروبا مثلا في لعيبه معينه كده زي سعد كابتن شادي محمد الله يرحمه كابتن ايمن رمضان لو تعرفه طبعا كان لاعب نجم في نادي الاسماعيلي كان الناس اللي هم الاجانب يروحوا عليهم يكلموهم هم يعني بيسيبوا اللي بيعرفوا يتكلموا انجليزي ويروحوا عليهم هم اللي هم بقى بلغه الاشاره كنا عارفين وبعد كده ما شاء الله كابتن شادي محمد اتطور في حته الانجليزي بقى بيتكلم باللغه الانجليزيه كان هو المترجم الرسمي لكابتن مستر مانويل جوزيه وكان على طول هايل يعني فسعد لو في مدرب اجنبي ولا حاجه في المنتخب ممكن هو بيتعامل مع مستر هكتور كوبر في على طول دايركت. لا هو سعد سمير من الشخصيات اصلا اي حد يشوفه يحبه صحيح طبعا بيحفزك يعني ده جوه الملعب دور الكابتن بقى ما تيأسش بيحتضن اللعيبه الصغيره بيقول له اعمل كذا وما تخافش من حاجه يعني انا بحسه في النادي الاهلي انا بحسه اخويا مش ان هو صاحبي او متعرفين على بعض او حاجه لا هو اخويا بصراحه في النادي. ربنا يديم المحبه ما بين اكرم وكل اللعيبه لان دائما عائله الاهلي هي مش في النادي بس لا ده هي ما نيجي نتكلم هي عائلات جوه عائله كبيره طبعا. فكره القدم وجهاز كره القدم هو عائله داخل النادي الاهلي بيضم اللعيبه والجهاز الفني ولجنه الكره وكل التفاصيل الخاصه بكره القدم. هي اسالك سؤال بقى واحنا بنتكلم في مركز وسط الملعب بتشوف مين افضل وسط ملعب السنه دي وانت طبعا اكيد واحد عارف يعني ايه مهام وسط الملعب ايه اللي محتاجه المكان ده وبتشوف اميز اللاعبين اللي بينفذوا التعليمات او بينفذوا هذه الجزئيه بشكل مميز يعني على مدار الدوري كله عمرو السولية انا كنت قلت هتقول حد تاني خالص لا عمرو السولية احمد توفيق اخوك مثلا لا ما احمد اخويا لو بيلعب هقول لك احمد توفيق ده من غير حاجه انت بتخاف منه انا انت مش لا عايز لا انا ما بخافش منه انت بتخاف انا بحترمه انت مش عايز لا انا بحترمه والله لا 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 لا, لا والله ده انا واحمد دايما مع بعض في اي حاجه والله بس انا يعني بتكلم عن ان احمد كان يعني بعيد شويه عن لا فعمرو السولية يعني ما شاء الله يعني ماشي بخطوات ثابته يعني ربنا يبعد عنه اي حاجه وحشه فعشان كده انا اخترته لان هو ما شاء الله في افريقيا وفي الدوري ما شاء الله يعني. طيب بتشوف حسام عاشور وحسام غالي ازاي؟ انا هكلمك على حسام عاشور وحسام غالي ان هم اتنين كباتن النادي الاهلي وهسالك بقى على طيب يمكن بعض الناس بتتكلم ان حسام غالي اخر موسم بالنسبه له وبعد كده هينهي مسيرته في كرة القدم. أنا أسألك عليهم هم كباتن وفي المركز برضو اللي أنت بنتكلم عليه هو وسط الملعب أكرم. والله يعني الاثنين أنت بتتكلم على تاريخ نادي الأهلي. لو كابتن حسام أو كابتن عاشور يعني الاثنين يعني من أقول لك إيه يعني كلامي حسام عاشور 34 بطولة. ما بقول لك كلامي مش 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 هي مش هيقلل ولا هيزود منهم حاجة لأن يعني دول تاريخ نادي الأهلي. وعامة انا بتعلم من الكابتن حسام عاشور ومن الكابتن حسام غالي ان الواجبات اللي في الملعب عينيا بتبقى عليهم بشوف التعامل بره الملعب بيبقى ايه وجوه الملعب بيبقى ايه تمام هي عامة كل مكان
الناس بتحب بعض جدا. يعني احنا عندنا في النادي الاهلي الخمسه اللي موجودين في نص الملعب اي حد يلعب مش مشكله، احنا اهم حاجه نكسب، واللعيبه كلها بتحب بعض كلها. يعني انا ما شفتش حد يعني عشان ما لعبش عايز التاني لا قدر الله يحصل له حاجه عشان هو يلعب. لا ما فيش الكلام ده على مدار تاريخ النادي الاهلي. احنا كلنا ما شاء الله يعني حاجه محترمه جدا، وشخصيات انا بصراحه مبسوط ان انا عاشرتهم او اتعلمت منهم حاجات كتير. طيب خليني واحنا بنتكلم على حسام عاشور كده وال 34 بطوله اللي هو اخذهم، هقول لكم مثلا يعني النادي الاهلي بنتكلم على بطوله الدوري، يعني بطوله الدوري النادي الاهلي دي البطوله رقم 40، لكن لما نيجي نتكلم على بعض الانديه اللي مجتمعين كلهم بما فيهم نادي الزمالك اللي اخذ 12 بطوله اللي هي بطوله الدوري، هم 19 بطوله دوري فقط، يعني النادي الاهلي عدى النص كمان او ضعفهم في هذه البطوله. طبعا الانديه كانت الزمالك 12 بطوله والاسماعيلي الترسانه الاولمبي وغزل المحله والمقاولون العرب وكل يعني الانديه دي تتكلم او الست انديه دول 19 بطوله، فطبعا يعني فرق كبير جدا مع النادي الاهلي في ظل مجموعه من الانديه او ست انديه مجتمعين بتتكلم في عدد كبير من البطولات اكثر، يعني حاجه النادي الاهلي دائما يعني اكثر من الضعف، دي حاجه تحتسب دائما ما تيجي تقول لك انت بتقول اختيارك حتى للنادي الاهلي اختيارك عشان انت عايز تاخد بطوله، اول ما جيت اخدت بطوله على طول. طبعا الحمد لله رب العالمين. فانت بتتكلم جدا والله يعني انا موجود في النادي الاهلي. طب انت بتشوف بقى يعني بطوله الدوري دلوقتي خلاص احنا اخذناها، عندنا بطولة مهمة دلوقتي هي بطولة افريقيا، يعني انت ما كانش نفسك تبقى موجود في البطولة دي يا اكرم مع اللعيبة؟ والله يا كابتن يعني اول حاجة بتبقى يعني حاجة من عند ربنا، ده توفيقه بيمشيها زي ما هو عايز. انا مش مستعجل زي ما انا قلت لك، وببقى نفسي ان انا العب الماتش مش ان انا اروح العب الماتش. بس ربنا مش رايد، لسه انا سن صغير، حضرتك لسه قايلها دلوقتي، وانا مش مستعجل. حتى قبل ما نخش على الهوا يعني انت كلمتني وقلت لي ما تستعجلش، يعني انا بتبسط من الحاجات دي. يعني انا بعوز اعمل اي حاجه عشان خاطر العب والناس تشوفني والناس تتكلم عليا باسلوب كويس، وعايز اروح منتخب مصر الاول ومنتخب الاولمبي وفي احتراف. بس انا مبسوط مع النادي. يعني النادي الاهلي انا مبسوط جدا مع النادي الاهلي، حتى وانا ما بلعبش انا مبسوط وحابب اللعبه جدا والجهاز الفني واداره محترمه جدا. طيب هرجع لك تاني لعلاقتك بكابتن حسام عاشور وحسام غالي، وهنشوف يعني علاقتك بيهم، خصوصا زي ما بقول لك انت فرصتك ممكن تبقى مميزه جدا على اخر الموسم لو كابتن حسام غالي قال لك انا مش هقدر اكمل، لكن احنا عايزينه يكمل طبعا. انت طبعا حسام غالي واحد من اللاعبين المميزين. خلينا اروح سريعا لزميلنا امير هشام ومعاه معالي السفير احمد باك سفير مصر بالجابونه، اتفضل امير. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وعلى هامش المران الاول للنادي الاهلي هنا في الجابون وبالتحديد في العاصمه ليبرافيل، استعدادا لاياب دور 32 من دوري ابطال افريقيا امام فريق منانا الجابوني. معايا في هذه اللحظات معالي سفير مصر في الجابون استاذ احمد بكر، برحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا عايزين نتكلم في البداية عن التنسيق لاستضافة بعثة النادي الأهلي، وكيف تم هذا التنسيق مع طبعا مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة السابقة حتى وصول البعثة صباح اليوم إن شاء الله لهذه المباراة. والله التنسيق بدأ مبكرا شوية، بدأ قبل ما نتعرف إن النادي الأهلي هيلعب فريق منانا، كان المفروض النادي الأهلي هيلعب الفائز ما بين منانا والفريق البوركيني، وجي الكابتن سيد معوض وجي يتفرج على المباراه ما بين اللي اقيمت هنا في الجابون ما بين الفريق البوركيني وفريق منانا، والفريق وجي وطلع على المباراه ويعني وشاف الاستعدادات وكل حاجه، والفريق منانا كسب. دي كانت اول خطوه. بعد كده بدات الخطوات اللوجستيه، المكان الاقامه يكون ايه، افضل مكان للاقامه، التنسيق مع فريق منانا، الانتقالات، الكلام ده كله. كانت السفاره على اتصال دائم بالكابتن سمير عدلي وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكنا على طول بنوافيهم بالمعلومات اللي عندنا، ويعني هم كانوا خدوا راينا يعني
ويعني نصيحتنا بالنسبه للاقامه، واحنا قلنا لهم على افضل اماكن الاقامه من حيث الموقع ومن حيث الامكانيات وكده. وبعدين بالامس جه الفريق الكابتن سمير عدلي، وجاء برضو اطلع عن قرب على مكان الاقامه وعلى الملاعب وطمن تماما. ويعني بصراحه كان يعني كنا احنا خلال الفتره دي كلها على اتصال بفريق منانا عشان يقدموا لنا افضل التسهيلات. و يعني الامور ماشيه بشكل جيد، ما فيش اي معوقات واجهت البعثه او حاجه نهائي؟ نهائي ما فيش اي معوقات الحمد لله. وحتى الجانب جابوني هنا من حتى الفندق متعاونين جدا، والطلبات المطلوبه كلها بيستجيبوا لها. و يعني الانتقالات نفس الكلام، يعني الامور ماشيه. وديك شايف حضرتك هو اول تمرين يوم قدومهم، وكله ماشي كويس يعني بشكل كويس. عايزين نتكلم بقى عن المباراه شويه، وعايز اعرف هل في البدايه اصلا في جاليه مصريه هنا متواجده في الجابون ولا لا؟ ولو موجودين هيأزروا الفريق في المباراه، والعدد ممكن يبقى كام؟ الجاليه مش كبيره، الجاليه مش كبيره، جاليه يعني حوالي 100 واحد في جميع انحاء الجابون، يعني العدد صغير، ولكن هم حريصين على المشاركه، يعني هم حريصين على المشاركه وبيسالونا دايما على الاستعدادات وامتى المباراه وهكذا. يعني هيبقوا موجودين، اللي يقدر منهم يشارك هيشارك، وفي جاليات برضو عربيه موجوده خصوصا اللبنانيين هيبقوا موجودين. لسه بنتكلم عن المباراه، وعايزين نعرف يعني كيف يتناول الاعلام الجابوني هذه المباراه، مباراه الاهلي ومنانا، خصوصا النادي الاهلي فاز في مباراه الذهاب بنتيجه كبيره ومريحه 4-0. يعني كنت بقول ان يعني هم الجانب الجابوني سواء الرجل الشارع سواء الناس المتخصصين سواء الرياضيين عارفين قدر النادي الاهلي كويس، وده انعكس في وسائل الاعلام في الصحف. كانوا عاملين تحقيق في احد في كبرى الجرايد هنا، وكلمين عن النادي الاهلي باستفاضه يعني تاريخيا، يعني حتى نشاته والبطولات اللي فاز بيها ومستواه على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المحلي. يعني هو زي في نوع من نبره كده ان هو دي فرصه ان احنا نتعلم ونتبادل الخبرات. يعني احنا ما بنتاملش قوي في ان احنا نفوز، ولكن احنا نكتسب خبره طبعا، خصوصا بقى نتيجه ماتش الذهاب كانت نتيجه قويه يعني. فهم يعني واخدين الموضوع بروح رياضيه جدا جدا، وان هم هيتعلموا من النادي الاهلي، وهيبقى في نوع من تبادل الخبرات وتبادل التعارف ما بين الجانبين. فده ده المناخ العام السائد في البلد بالنسبه للمباراه. فريق منانا اصلا من الفرق اللي عندها شعبيه هنا في الجابون ولا ما عندهمش جماهير؟ والله فريق هو اساسا مش من ليبريفيل، هو من منطقه جوه شويه، ولكن له شعبيه. الدوري طبعا ما هوش دوري يعني متطور قوي، ولكن لا من الفرق الكويسه. يعني هو فريق يعني فاز على فريق بوركينا زي ما انتم عارفين، لا فريق كويس يعني فريق كويس، وهم كمان بيهتموا بالكوره. يعني الكوره هي اللعبه الشعبيه الاولى، يعني سواء في مباريات الاقليميه او حتى متابعه المباريات الدوليه. فهم يعني صحيح الفريق ما هوش فريق من الفرق القويه جدا على مستوى العالم، ولكن لا له شعبيته والناس بتدفع بيه. توقعاتك بقى اخيرا المباراه؟ لا انا اتوقع طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله بنتيجه كويسه ان شاء الله. ويعني اتوقع ان هو اكتر من كده، ان هو يعني هو نوع من انواع التعارف اكتر على الكره الجابوني، على الحياه في الجابون، على طبيعه الجابون، على الرياضه في الجابون. فدي بتسري يعني مش بس الرياضه، ولكن بتسري حاجات تانية كتير، الثقافه، السياسه، كل حاجه. غريبة ان اكرم يعني اما الكاميرا بتروح لتقرير حاجه دمه خفيف، اول ما بيجي على الشاشه بيتكسف. انا عايزك تفك، انا فاضل لنا ربع ساعه، انا عايزك تفك. مش مكسوف والله، انا اجيب لك سعد سمير. انا بقول يا ريت والله. والله يا ريت. طيب قول لي، كنت بكلمك على حسام غالي وحسام عاشور. حسام غالي يعني بتشوفه، هل انت
ان هو لسه لازم يكمل مع النادي الاهلي، قدراته اللي موجوده كاكرم يعني نفسه يكمل حسام غادي كلعيب في النادي الاهلي لمده اطول؟ الطبيعي اللي انا شايفه ان القرار بتاعه بس كاكرم نفسي حسام غالي يكمل تمام، بس القرار بتاعه هو بقى اللي يقول اكمل او ما اكملش، هو حاسس بنفسه. بس انا واحد من الناس انا اتمنى ان هو يكمل لسبب، لان انا بحبه يزعق لي في الملعب تمام. انا يزعق لك حلو. وعامه انا لما باخد الكلام منه كده بدوس على نفسي اكتر تمام، بس انا في الحته دي ما بحبش اجيب التزعيق، بس منه هو بتبقى حاجة تانية بصراحة. بتمنى له التوفيق لو كمل أو ما كملش تمام، وطبعا ان انا بحبه هو عارف كده كويس وبحب راح اصلا معاه جدا. انت هتاخد فرصه كويسه ايه؟ لا 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 والله العظيم كده داري لا 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 ابدا والله والله كل حاجه دي بتاعت ربنا يعني صحيح. انا مش مستعجل على حاجه زي ما انا قلت لحضرتك. اول حاجه ان انا بفكر فيها ان ابقى مقتنع باللي ربنا بعته لي، وابقى حاسس من جواه ان انا لما اقدم حاجه وربنا يكرمني فيها، مش ان انا اكون مستعجل، لان الاستعجال في حد ذاته بيبقى وحش. صحيح. واتمنى له التوفيق يا كابتن حسام، انا بحبك جدا والله. حسام جميل وحسام عاشور ايضا لاعب جميل، هم الاثنين صراحه طبعاً. تاريخ طويل، عدد بطولات هم الاثنين مجتمعين حاجه محترمه. نفسك توصل لعدد البطولات اللي وصل لها حسام عاشور؟ نفسي بس انت عارف بقى لازم سنين في النادي الاهلي طبعاً. تتكلم هو ادى حياته كلها للنادي الاهلي. ايه هو ادى حياته كلها للنادي الاهلي حقيقي يعني. ربنا يكرمه رب يعني. انا على المستوى الشخصي انا بحبه، بحب اهزر معاه جدا. واحنا في الاوضه حاجه تانية يعني. ده جون لاكرم جولد، ده جولدي ايه فرقه اسمها جولدي. نزلت حبيبك اهو. ده الغالي سعد ما كانش موجود بقى. ما كانش موجود. ما جالكش؟ لا. لما بتجيب جول بقول لك ايه سعد بيعمل معاك ايه؟ لا ده هو استغرب عامه لما انا جبت جول. لا والله استغرب، بيقول لي انت جبت جول؟ قلت له لا ما جبتش. قال لي امال ايه اللي انا سمعته؟ قلت له لا بيضحكوا عليك بيهزروا. طب قول يا اكرم، وانت بنتكلم كده على عدد البطولات اللي انت عايز تاخدها مع النادي الاهلي، انت كان في عاره المفروض جايه لك في يناير انت رفضت. والله يا كابتن اللي يجي النادي الاهلي ما يرفض اي حاجه. يرفض ان هو يخرج. انت كان يعني تفكيرك جه ازاي؟ يعني انت ممكن تقول انا اي لعيب غيرك يقول لك طب انا اروح اخد فرصه زي اي لعيب العب وارد برضه وارجع تاني أنا اطلع ما اوفقش. انا ببص لها من كذا حاجه، مش ان انا اطلع ابقى كويس. لا ما انا ممكن اطلع لا قدر الله ما اوفقش، ممكن اطلع تمرينه اتنين لا قدر الله اتصاب. لا انا حافظ مكاني والناس عارفه مين اكرم. والحمد لله رب العالمين ان الجماهير عارفه اكرم على ايه، فبالتالي ان انا افضل في النادي يعني ده احسن ليا يعني. طب واحنا بنتكلم كده يا اكرم، يعني في مباريات كده معينه في الدوري انت بتقول رفضت الاعاره، في مباريات في الدوري اكرم كان نفسه يلعبها ولكن طبعا الظروف ما اتاحتش ان هو يبقى متواجد، يعني في كده دايما مباراه، يعني في مباراه للقمه مثلا، مباراه الاسماعيلي، المباريات اللي هي القويه، اي المباريات بالنسبه لاكرم كان نفسه يبقى متواجد فيها وللاسف ما اشتركش فيها؟ ما كتير بصراحه. انا عايز المقصه والاسماعيلي والزمالك، الثلاثه دول طبعا يعني، وبالاخص الزمالك لان بيبقى ماتش الناس كلها بتتفرج عليه وماتش قمه، فالحاجه تبقى انت نفسك يعني تعمل حاجه وتقدم، حتى انت بيبقى جواك طاقه عايز تطلعها. فهي هم دول الثلاث ماتشات. ان شاء الله انت ان شاء الله في الفتره اللي جايه لما هتكون متواجد بشكل ما يعني هيبقى حظك حلو. هقول لك ليه حظك حلو، جمهور ورجوع المدرجات هيفرق كتير قوي مع لعيبه ممكن تكون لسه بتبتدي حياتها مع الانديه الشعبيه زي الاهلي والانديه الكبيره دي، فان شاء الله يبقى حظك حلو. طبعا انا طيب. عامه بحب العب في الجو يكون فيه جماهير والنادي الاهلي عامه، مع انك ما شاركتش قبل كده يعني. انت شاركت قبل كده في البطوله العربيه لما كان في البطوله كان في جماهير معاك. شفتها ازاي طيب وجود الجماهير يا اكرم؟ انا كل صوت بيهتف للاهلي انا كان جوايا حماس غير عادي. وبرده كان في ماتش الاهلي والشباب السعودي لما سافرنا كان اعتزال كابتن فؤاد انور. فؤاد انور هناك صحيح. ولما كان في جماهير وبتاع كان لا شكل تاني.
شكل تاني، والواحد كان مبسوط جدا، وزي ما قلت لك لما بيهتف الواحد بيبقى جواه حماس عايز يطلعه عشان خاطره. انا عايزك تجهز رساله هتقولها للجمهور واحنا بنختم، لان ده مهم جدا. وانت بتتكلم كده على جمهورنا اللي موجود في كل مكان، في السعوديه، في الامارات، في كل حته في العالم، واللي سعيد جدا بحصولنا على البطوله 40. لكن خليني اقول لك برضو، واحنا بنبص كده الناس بترحب بيك على الفيسبوك وبتقول لك زي ما قلت لك كده، اخر واحد مصطفى صلاح بيقول لك، بصالح بيقول لك اصبر وهتنول، لانك انت واحد من اللاعبين المميزين، وفي زيك ناس صبروا زي جلبرتو السولية، وعبد الله سعيد كان قبلك برضو كان في وقت من الاوقات كان في ابو تريكه في المكان ده فما كانش بيلعب، ولكن دلوقتي واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي. ايضا محمد عبده بيقول لك انت اجمد من ناس كتير، استنى وبكره هتلعب. ده يعني عايز اقول لك الاقتناع الجمهور وانت لسه ما شاركتش مع النادي الاهلي بيك، دي حاجه كبيره جدا يا اكرم، تخليك تعمل مجهود اكبر من كده بكتير. ان شاء الله ربنا يوفقك، ولكن ده الجمهور. يعني يحيى حتى بيقول لك اصبر وهتنول يا اكرم، ودي ميزه مهمه جدا الصبر. طبعا كابتن احمد شوبير كان مسمى في الكره المصريه ايوب الكره المصريه، عشان صبر حوالي 7 سنين او 8 سنين ما كانش بيحرس مرمى النادي الاهلي، وبعد كده بقى واحد من اهم حراس مرمى في مصر، فبالتالي لازم الصبر. خليني اكلمك بقى على المنتخب الاولمبي. في الفتره اللي جايه ان شاء الله كابتن شوقي غريب يعني هتبقوا متواجدين، تفكروا ازاي بقى في المرحله الجايه، وانت بتفكر المنتخب الاولمبي ازاي مع وجود كابتن شوقي؟ انا مبسوط ان انا من ضمن القيم اللي في المنتخب الاولمبي. انا اكرم نفسي، انا بركز ان انا انول اعجاب الجهاز الفني بتاع منتخب مصر، ادوس على نفسي. ممكن يعني لو حد يفكر ان انا عشان جاي من الاهلي وكده، لا، ما فيش حد من الاهلي عامه بيروح وعارف ان هو قاعد في المنتخب. تمام، بيروح يدوس على نفسه عشان خاطر يحجز مكان. تمام، انا هقدم كل طاقتي مع منتخب الاولمبي ان شاء الله، عشان زي ما قلت لحضرتك في الاول الناس كلها تعرف اكرم توفيق ازاي لعيب عامل ازاي. عامه انا بلعب بتاع عاشور، المكان بتاع عاشور، وممكن بتاع السولية، يعني انا بحب ازيد، ببقى واخد حريتي. عندك القدرات انك تشتغل في الجزء. كابتن حسام على فكره لعبني باك رايت قبل كده كمان. ده انت زي احمد فتحي يعني. شكرا. عامه واحنا بنتكلم كده اكرم، يعني الناس سعداء جدا بيك، ومش عايزينك تسيب الحلقه والوقت يخلص عشان يكملوا معاك، ولكن الرساله بقى اللي انا بقول لك للجمهور، جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد حصول النادي الاهلي على البطوله 40. اول حاجه انا ببارك لهم على البطوله، وان شاء الله المزيد من البطولات. وانا بحب جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي صبر كتير وبيهتف لينا في كل الوطن العربي، ودايما ان شاء الله نحس ان احنا نفرحه في كل حاجه. وجمهور عظيم يعني. الكلام مش عارف اتكلم عن الجمهور من جمال الجمهور لما الواحد بيشوفه قدام منه او حاجه. وان شاء الله باذن الله كل اللعبة تكون عند حسن الظن، عشان خاطر بس يكونوا مرضيين عننا. بس بطوله افريقيا بقى طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني لازم كده كلكم الفتره اللي جايه اكرم. احنا خلصنا بطوله الدوري اهو، نركز بشكل كبير، كلامكم وتحفيزكم مع بعض ده مهم جدا في المرحله الجايه، عشان بطوله افريقيا بقت مهمه جدا بالنسبه لنا، وبقى لنا فتره يعني 4 سنين، وخلي بالك بتكتب في التاريخ طبعا. يعني سواء بقى ان انا متوقع ان شاء الله انت الفتره الجايه كمان ممكن تبقى متواجد، يعني لو في اي تعديل في حته القائمه تبقى ان شاء الله متواجد الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله اشكرك اكرم، نورت وشرفت، واكيد واحنا بنحتفل في هذا اليوم وتغطيتنا الخاصه ببطوله الدوري الممتاز للمره الثالثه على التوالي، وايضا بطوله رقم 40 والنجمه الرابعه للنادي الاهلي، اكيد كلنا سعداء، كلنا لنا الفخر ان احنا متواجدين في هذا الكيان العظيم، كيان كبير، كيان النادي الاهلي 1907 حتى الان، عدد كبير من البطولات زي ما بقول لكم، اقرب الانديه او اذا اجتمعوا مجموعه الانديه اللي موجودين في مصر هتلاقي ان النادي الاهلي واخد ضعفهم في عدد البطولات. ايضا لو بنتكلم على بطوله افريقيا 8 وبندور على 9، برضو احنا بنتكلم في عدد كبير من البطولات، بعيد عنك مجموعه من الانديه، هنتكلم على مازيمبي 5، الزمالك 5، ايضا النادي الاهلي هو المتفوق في هذه الجزئيه. دائما احنا بندور على الارقام، بندور ان احنا نبتعد عن منافسينا في كل حته، سواء بقى في الدوري المحلي
او في بطوله افريقيا. احنا النهارده بنحتفل وايضا سعداء جدا ان احنا اولادنا موجودين، جميع اللاعبين في الوقت الحالي خلاص عمليه التجديد بتخلص بشكل كبير، احمد فتحي مضى، عبد الله السعيد مضى، ان كان في تفكير في حته البيع او الاعاره، ولكن هي دي الجزئيه المهمه جدا ان احنا في الاول في الاخر عندنا اساس بنحطه، عمليه استراتيجيه، لان حته التسويق والمفاوضات موجوده في كل الانديه، حته ان انا هات وخد. الجماهير طبعا حابه ان كل نجومها يبقوا متواجدين في مكانها، متواجدين في ناديهم، بيحبوهم. هتعمل ايه طيب؟ هذه النقطه، بيحبوهم يبقوا متواجدين، ولكن هي نقطه خلاص احنا وصلنا لمرحله جزئيه الاحتراف والتفكير، ومن حق اللاعب ومن حق النادي انه يبقى متواجد معاه نجمه، ولكن بحدود معينه. هو ده النادي الاهلي، انت بتحط وضع معين وبتبتدي تمشي عليه حتى في المفاوضات. فهي دي اللي احنا بنتكلم عليه، احنا هنا من قناه الاهلي عمرنا ما هاجمنا لعيب او هنهاجم لعيب عشان نضغط عليه عشان يبقى متواجد معنا. اللي عايز النادي الاهلي هو متواجد، واحنا سعداء بيه، جمهورنا كمان سعيد بيه، اللي مش عايز بيشوف طريقه في حته تانية، وهو ده الوضع الحالي بالنسبه للكره والاحتراف اللي موجود في التوقيت الحالي. لكن طبعا زي ما بقول لكم احنا من قناه النادي الاهلي عمرنا ما هاجمنا حد ولا هنهاجم حد خاص. طبعا احنا اولادنا دول، احنا في الاول وفي الاخر دول اولادنا، وسعداء بيهم في حاله تالقهم داخل النادي الاهلي، وان هم بيدوا كل مجهودهم عشان الحصول على البطولات. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا في مباراه منانا الجابوني، يعود ايضا لان الهدف دائما هو الفوز بره وجوه.